ليكيب اليوم جبت لكم فيلم السهرة، والفيلم هدايا من بطولة كريستيان بيل، والاسم تاع هذا الفيلم هو دبال بلو اي، ويدور الفيلم حول سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت في عام 1830 في أكاديمية عسكرية، والتم يسعى محقق مخضرم وشاب يدعى أدغار آلان بو في التحقيق حول الأمر. بون خوتي الفيلم هذا انا شخصيا عجبني بزاف، التقييم ديالي ليه هو 8/10، ننصحكم باش تشاهدوه، واللي شاف هذا الفيلم يمدنا رايو فيه في لي كومونتير، ما تنساوش ديروا جيم وتابوني وسلام. ليكيب جبت لكم فيلم السهرة، والفيلم هذا خرج في سنة 2023 وتلقاوه ديسبونيبل في نتفليكس. قبل ما نبداو اللي يحب يشري كونت نتفليكس ابعثوا لي ميساج برك في الانستغرام، انا شخصيا راني نبيع فيهم من 3 حتى 12، مرحبا بكم. نوليو للفيلم، الاسم ديالو هو وي هاف غوست، والاستوار تاع الفيلم تحكي على حياة لافامي تاع كيفن مور ما يلقاو شابح واسمو ارنست داخل دارهم جديدة، وهنا نخليكم نتوما تشوفوا الفيلم باش ما نسبويليلكمش. بون التقييم ديالي لهذا الفيلم هو 8/10، ما تنساوش تقولوا لنا في لي كومونتير شحال التقييم ديالكم الشخصي لهذا الفيلم. ليكيب اليوم جبت لكم فيلم السهرة، والفيلم هذا تاع هاد الاجواء اللي رانا فيها، والاسم تاع الفيلم هو 30 Days of Night، والقصة تاع الفيلم في محاولة البقاء على قيد الحياة في 30 ليلة ثلجية بألاسكا، والتجربة تاع هاد الفيلم قوة بزاف وفيه شوية رعب وإثارة، والفيلم هذا فيه جزء ثاني بصح ما ننصحكمش به. تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو 8/10، ما تنساوش تمدوا لنا رايكم في الفيلم في لي كومونتير وديروا جيم وتابونيو. سلام خوتي، موالف نمد لكم فيلم واحد للسهرة، اليوم راح نمد لكم 6 لي فيلم للسهرة وخير النوع اللي حبيتو نتوما. الفيلم الاول عندنا بيفور اي جو تو سليب، وهذا الفيلم من افضل افلام الدراما. الفيلم الثاني عندنا بيوتيفول مايند. الفيلم رقم 3 عندنا اكستريملي لاود اند انكريديبلي كلوز، وهذا الفيلم من افضل افلام الممثل توم هانكس. الفيلم رقم 4 عندنا هاكسو ريدج، وهذا الفيلم ماخوذ من قصه حقيقيه. الفيلم رقم 5 عندنا تراينجل اوف سادنس، والفيلم هدايا في النصف ديالو راح يتبدل كامل. والفيلم رقم 6 والاسم ديالو واعر بزاف لوسرينغ لونس تورسي دوس ديديوس، والفيلم هدايا من اجمل افلام الغموض. ما تنساوش تابوني وديروا جام وتمدوا لنا رايكم في الافلام. ليكيب اليوم جبت لكم فيلم السهرة، والقصه تاع الفيلم خلال فتره الحرب العالميه الثانيه يولي كابيتان ارنست كروست مسؤول على البابور تاع الحرب، ويلتمون يخرجوا له قطاع الطرق، ماشي قطاع الطرق باسكو هذا بحرب ما بيش وشايط لهم، شغل نقدروا نقولوا قراصنه، يلتم يخرجوا له القراصنه ويلتم يبداوا الاحداث تاع الفيلم. الفيلم هدايا كان من اجمل اعمال الممثل توم هانكس، والتقييم ديالي الشخصي للفيلم هو 8/10. ما تنساوش تابوني وديروا جام وتقولوا لنا رايكم في الفيلم في التعليقات، والاسم تاع الفيلم هو غراي هوند. خاوتي اليوم جبت لكم فيلم السهرة، والفيلم تاع اليوم من تصنيف الفانتازيا والاكشن، والقصة تاع الفيلم يشرع مراهق مفعم بالفضول العلمي ومخترع سابق في مهمة للكشف على اسرار تاع واحد المكان اللي موجود في الذاكرة تاع بعض الاشخاص. التقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7/10، واللي يحب يشوف الفيلم دوك نخلي لكم الانستغرام ديالي لهنايا، راني حايط لكم ليا في الستوري تاع الانستغرام يبعثكم ديريكت للفيلم، والاسم تاع هذا الفيلم هو تومورولاند. لمحبين افلام نهايه العالم جبت لكم فيلم اكثر من رائع. قصه تاع الفيلم يحاول خبير المناخ معرفه وسيله لانقاذ العالم من ظاهره الاحتباس الحراري، ولازم يسلك وليده الصغير اللي كان في نيويورك. تقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8/10. اللي مازال ما شافش هذا الفيلم نصحكم باش تشاهدوه، تسلسل الاحداث كان قوه، الفكره اللي شاف الفيلم يمدلنا التقييم ديالو الشخصي له. الاسم تاع هذا الفيلم هو The Day After Tomorrow. اليوم جبت لكم فيلم السهره، والفيلم تاع اليوم خرج جديد في نتفليكس، فيه لاكسيون والغموض، والمده ديالو هي ساعه و47 دقيقه. قصة ديالو واحد المرأة تكون عايشة حياة غامضة وفي صراع مع ماضيها المظلم، ومن بعد تعرض جارتها واحد الطفلة صغيرة للاختطاف مور ما جات واحد العاصفة، وهنا يبداو احداث تاع الفيلم. الاسم تاع هذا الفيلم هو لو، والناس اللي شافت الفيلم ما تنساوش تمدوا لنا رايكم في التعليقات، وهذا الفيلم تلقاوه ديسبونيبل في نتفليكس، واللي ما عندوش نتفليكس مرحبا بكم، راني حايط لكم ليا في الستوري تاعي تاع الانستغرام، دوك نخلي لكم الانستغرام ديالي لهنايا يبعثكم ديريكت للفيلم، مرحبا بكم. وما تنساوش تابوني في طريقكم كل يوم جديد. اليوم جبت لكم فيلم السهرة، والفيلم تاع اليوم مصنف من افلام الاثارة والمغامرة، والقصة تاع الفيلم اب وزوج بناته يلقاو روحهم مطاردين من اسد مفترس في غابات السافانا. تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو 7/10، وما تنساوش تقولوا لنا في التعليقات وشنو هو التقييم ديالكم لهذا الفيلم، والاسم تاع هذا الفيلم هو بيست. ليكيب اللي ما لقاش الفيلم بكاليتي مليحه، انا حايط لكم ليا في الستوري في الانستغرام الفيلم بجوده عاليه، مرحبا بكم. الاخ هدايا قال لي اعطي لنا فيلم السهره. بون قبل ما نمد لك فيلم السهره، راني كل يوم ندير لي ستوري في الانستغرام ونمد فيهم فيلم السهره، وراني ندير لي بوست ثاني نحكي فيهم معلومات على لي فيلم وليزي. واللي هو الفيلم السهره كاين فيلم شباب بزاف اللي اسمه تيك تيك بوم للممثل الشهير اندرو غارفيلد، والفيلم هذا ترشح به الممثل اندرو غارفيلد للاوسكار. الجور ديالو دراما، والفيلم هذا فيه بزاف ليمونسيون، تسمى البنات ما كان لها تبداو تبكيو وتتاثروا بالفيلم.
يوم الخميس وجبت لكم فيلم السهرة، والفيلم هذا يخرج في سنة 2022 ومصنف من أفلام الأكشن والخيال العلمي. ويحكي الفيلم على قصة المفترس الشهير واللي يعرف باسم بريداتور، وقصته الأصلية من 300 عام. وفي هذا الفيلم يحكي لنا كيفاش تقاتل نارو وهي محاربة ماهرة لحماية قبيلتها من الكائن المفترس. بون، تقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7/10، واللي شاف هذا الفيلم يخلي لنا رأي ديالو في التعليقات، وما تنساوش ديروا جام وتابونيو. سلام. اسم تاع هذا الفيلم هو براي. لمحبين افلام السفر عبر الزمن، اليوم جبت لكم فيلم السهرة قوة بزاف، والاسم تاع الفيلم هو هوت توب تايم ماشين. والقصة ديالو يعيش 3 أصدقاء حياة بائسة في منتصف العمر، لكن يجدون آلة زمن وتأخذهم إلى فترة الثمانينات عندما كانوا مراهقين، ليجد الأصدقاء أنفسهم في ورطة. القصة تاع هذا الفيلم أنا شخصيا عجبتني بزاف، والناس اللي تحب لا كوميدي ننصحكم باش تشاهدوه لأنه فيه جرعة من الكوميديا. قاوتي اللي حبي يشوف هذا الفيلم، راني حايط لكم ليا في الستوري في الانستغرام، مرحبا بكم ومشاهدة ممتعة. اليوم جبت لكم فيلم السهرة. الفيلم تاع اليوم هو اكشن وانتقام، والقصه تاع الفيلم واحد الامير في عصر الفايكينغز قتلوا له باباه قدامه وزادوا خطفوا له يماه، واللي دار هاد العفسه هو عمه. ومور عوام بزاف الامير املت مور ما كبر يحوس باش ينتقم من عمه. الفيلم هذا من بطوله الممثل الكسندر سكارسغارد، وفيه بزاف ممثلين معروفين كيما انيا تايلور، نيكول كيدمان، ايتن هوك، ويليام دافو. الفيلم هذا راح يعجب بزاف الناس اللي يحبوا عصر الفايكنجز وافلام الانتقام. نروحوا لاسم الفيلم هو ذا نورثمان، خرج في سنه 2022. اللي يحب يشوف هذا الفيلم كاليتي فول اتش دي ومترجم بينسير، راني حايط لكم ليان في ستوري في الانستغرام يبعثكم ديريكت الفيلم. واللي شاف هذا الفيلم يمد لنا رايه فيه في التعليقات، وما تنساوش ديروا جام وتابونيو. سلام. اليوم جبت لكم فيلم السهره. بون، الفيلم هذا تاع خيال ورعب وخرج جديد في نتفليكس. والقصة تاع الفيلم في المستقبل القريب يخترعوا واحد العقار يخلينا نتحكموا في المشاعر تاع الحزن والفرح، ومن بعد يسيوه على اخطر المجرمين ولتم وين تبدا الكارثة. تقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7/10. بون ليكيب، اللي يحب يشري لي كونت نتفليكس راني نبيع فيهم انا شخصيا، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي. لي كونت هادوما اوفيسيال ومضمونين 100%، ولي كونت كاين تاع 3 موا 6 موا و 12 موا، ومن ايكرون واحد حتى ل 4 لي زيكرون. باش تشريو كونت ابعثوا لي ميساج برك في الانستغرام، دوك نخليه لكم لهنايا. مرحبا بكم كامل.